لأن أعماله الغنائية أصبحت من ركائز الأغنية الرومانسية الحديثة، ولأن صوته قدر يوصل لكل مكان ويزرع فرح وحب، فأصبح ضرورة بكل مناسبة من عيشة. من هون تكللت حفلات ملك الأحساس وائل جسار بالنجاح والتميز. فبين الجولدن ليلي علي والأطلال بلازا تبرجة التقى جسار محبينه وغنى معهم العيد بفرح كبير. أنا قلبي كنت بخاف عليك، شفتك معرفش جرالي ايه، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه. اليوم هي أول مرة أنا بغني علي من سنين طويلة، ففرحة لا توصف، وإن شاء الله أكيد هيك ندخل البهجة لقلوب الناس هون موجودين. بالبيت عم بتعيشوا عيد الأضحى؟ أكيد، لأنه بتعرف أنت عائلة مختلطة مثل ما الكل بيعرف. قديه بيعني لهم العيد للأولاد؟ أكيد أكيد. لا نحن نحترم كل الأديان. أنا بالنسبة لإلي يعني بالنهاية عيد الأضحى عيد لكل الناس، مش بس للإسلام أو للمسيحية، هو عيد لكل الناس. ومربي ولادي على هذا الأساس، مربي ولادي احترام الأديان جميعا، إن كان المسيحية أو الإسلام، كلنا واحد بالنهاية. و هو التصرف والأخلاق هن الأساس بكل شيء. البهجة كانت كبيرة عند الحاضرين مثل ما تمنى وائل وزيادة، فلبى طلباتهم الكتيرة ونوع باختياراته بين القديم والجديد، الرومانسي والراقص، الخاص والتراثي المعروف. زميل آلان صالح حب يسأل وائل عن الحركة الفنية الصيفية، فشو الأغاني اللي لفتت انتباهه ونالت أعجابه أو استيائه خلال الموسم الحالي؟ لا، في أغاني، في أغاني حلوة عم تنزل وعم تحقق نجاح، وأنا بتمنى التوفيق والخير للجميع، وبشد عقيد كل واحد عم يقدم فن حلو. يعني هيدا اللي بدنا إياه، هيدا اللي بدنا نربي الأجيال القادمة على أغاني ذات مستوى، لأنه حقيقة وصلنا لمرحلة بفترة من الفترات يعني الفن كان على الدنيا السلام. هلا بيضل يطلع له كم وحدة هيك وهيك، هيدي مثلا شعراته ولو ووجهه ولو، ما بعرف هدول، إنه ما بعرف يعني وين 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 أخديننا. لا، في أعمال حلوة، وبتمنى أنه يضل هذا المستوى اللي لازم كل فنان يتميز فيه. جرأة وائل بالتعليق والتعبير عن آرائه منا جديدة، فلطالما أحدثت بلبلة بتصريحاته الإعلامية وتعليقاته. أما بالحديث عن الأغاني الصيفية، سألنا وائل عن أصداء أغنيته الجديدة بالصدفة اللي كان قدمها أيضا خلال حفلين بين علي وتبرجة. يعني الحمد لله مؤخرا بالصدفة عملت سكسة حلوة والناس كتير حبينا، وبتمنى أنه يعني استمر بهيك أعمال، بالرغم من أنه كنت قبل مقصر باللبناني، ولكن هلأ عوضنا كتير، صرنا عم نقدم أغاني لبناني بشكل كتير كبير والناس عم بيحبوا.
بنختم تغطيتنا المفصلة لأهم الحفلات الفنية اللي شهدها لبنان لمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أمل ينعاد عليكم بالعام المقبل مع المزيد من السلام، الطمأنينة، البحبوحة وراحة البال.